لا أحد ينكر حجم الخسائر البشرية والمادية التي ألحقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن ما لا تعلنه تل أبيب عن خسائرها البشرية والمادية هو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام. تقارير غربية عدة كشفت أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة رغم التكتم والتضليل، حيث أعلنت تل أبيب مقتل 2400 شخص زعمت أن غالبيتهم من المدنيين، فيما أعلنت مقتل أكثر من 350 من ضباطها وجنودها فقط منذ بدء الحرب، في حين تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي يفوق 1000 عنصر من حملة الرتب العسكرية المتنوعة. وعلى مستوى العتاد لم يعلن الجيش الإسرائيلي حجم خسائره المادية حتى اللحظة، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أنه فقد أكثر من 1000 قطعة عسكرية ثمينة توزعت بين الدبابات والمدرعات وحاملات الجند والطائرات المقاتلة بنوعها النفاثة والعمودية. أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية خلال شهر فقط فقد تجاوزت 18 مليار دولار حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. وعلى مستوى الخسائر في الأهداف أعلنت حماس وفصائل فلسطينية أخرى أنها دمرت أهدافاً حيوية في تل أبيب ومدن محيطها وفي عشرات المستوطنات الإسرائيلية التي تمتد من غلاف غزة وحتى العمق الإسرائيلي البعيد. دبلوماسياً تل أبيب خسرت الكثير ممن كانوا يوصفون بحلفائها وأصدقائها، وهو ما يزيد من عزلتها الدولية ويدفعها نحو مزيد من المقاطعة والعزل. وتبقى خسائر الجيش الإسرائيلي مثار جدل وتضارب في الأرقام والإحصائيات حتى تنتهي الحرب ويتم الكشف عنها.